إلى جلالة الملك، ثم إلى الصحافة، ثم إلى الشرطة القضائية وإلى وكيل الملك برسالة أنهم يفتحوا تحقيق مع هذا الشيء اللي وقع. لحقاش هذا الشيء اللي وقع ظلم، ما يبغي حتى شي حد، ظلم في حق الإنسانية وظلم في حق المواطن. أنا مواطن تنخلص ضرائب ديالي، مواطن تنخلص جميع الضرائب ديالي، ما عندي حتى شي صفحة ديالي مزيانة مع البوليس، عندي كل شيء مزيان، وباش يوقع لي هذا الشيء فهو انتهاك للإنسانية. الأحداث اللي وقعت هو كنت واجد في القلب ديال المنزل ديالي، أنا والأم ديالي جالسة معايا. حتى كنتفاجئ صباح يوم الاثنين نهار 20 في شهر 11 تيقولوا لي حنا الشرطة، معك الشرطة. انا حسيت حيت الشرطه ما دارت حتى شي حاجه، عارف راسي انه ما دارت حتى شي حاجه، ما حليتش ليهم باب. صارعت الهاتف ديالي كنتصل بالرقم 19 كنطلب الاغاثه من عند الناس ديال الشرطه، حيت الامن التجأت الامن، ما عندي شي حاجه اخرى نلجأ لها. وفي نفس الوقت جاوبوني وقال لي واخا دابا يجيو عندك. وفي نفس الوقت اتصلت بصديق ديالي لحقاش كان قريب، كان جالس غير في واحد القهوه حدايا، جات هو الحمد لله كيتصارع باش كيجري. وفاش قطعت معاهم شديت التليفون ديالو كندير فيديو، كنصور فيديو ديال الباب كيتحل كيتفرع، وصيفتو في الواتساب للفرد من العائله. هذا الشيء استغرق تقريبا واحد جوج دقائق ثلاثة دقائق بحال كتستغرق. فاذا بهم تيدخل واحد السيد ومعاه بزاف ديال الناس. انا اللي شفت على حسب العين ديالي شفت شي عشرات الناس، اللي شفت اللي دخلوا عشرات الناس. هاد الناس من بينهم أربعة الناس تنعرفهم، منهم واحد السيده، هاد السيده الزوجه ديال رجل اعمال، ديال رجل اعمال كبير في الدوله، كبير في الدوله، ومعها خواتاتها اللي هما خوالات السيده اللي انا معاها في الطلاق. انا دابا حاليا كنبغي نفتح تحقيق علاش هاد السيده جات وبكل ثقه بالنفس، وجاو معاها ما تبقى كلهم رجاله، جاو معاها بزاف ديال الرجال، جاو دخلوا نيشان. السيد شدني قجني هنا محاول القتل ديالي، وهما تيقول لي قتلوا. الحمد لله شاءت الاقدار وان الصديق ديالي وصل في اللحظه المناسبه، دخل كيجري عندي باش عاوني، عاون باش ما طراتش جريمه القتل. وتدخل الجيران، لحقاش هذاك الصباح واخا كانوا الجيران كلشي خدام، جات واحد السيده وواحد السيد شافوا الوضع، وانا من برا تندير لهم تنقول لهم صوروا داك الشيء، وعندي الفيديو، عندي الفيديو حيت شاف فاش جا الصديق شدوا فيها هاد السيده هذه اللي زوجة رجل الاعمال، وتتقول لي في الفيديو صور ما خايفين من والو. انا هاد السيده هذه ما بين الزوجين ما كيعرفهم الا الزوج الا الله، ما تعرفهم الا الله. انا وهاد السيده هذه اللي انا وياها في الطلاق ما تفاهمتش معاها، التجأت القانون، بعت منها طلبت الطلاق ديالي، رفعوا بيا دعوة قضائية. الدعوة فيها العنف ضد الزوجة. الحمد لله أنا لا الكونفرساسيون لا عمرني تعديت، عمرني درت شي حاجة، والحمد لله القضاء انصفني. الدعوة دارت حاليا في الحفظ حيت لعدم وجود أي إثبات، وأنا ما درت لها حتى شي حاجة. من فوا تحط دار الدوسي في الحفظ التجأوا هما للعنف، التجأوا داروا هذا الشيء هذا. وكيف ما كتشوفوا الدار مخربة، يعني هاد الناس هادو ماشي جاو باش غير يسرقوا، ماشي جاو باش يسرقوا الدار ولا يضربوني ولا، جاو باش يرزيوني وباش يرزيوني في صحتي وفي رزقي. وهي كتقول لي غادي نعاودو نجيوك، وراك والزمن طاو وغادي نقتلوك، كتقول لي القتل. هاد الناس كانوا باغيين يقتلوني حيت ما جاوش بخاوي الوفاض، جاو عايصين من الحديد، عايصين من الحديد. واي حاجه ديال الزاج غير زاج بالك، اي حاجه يروح عليا ديال الزاج. هذا الشيء كنقولوا موثق وبحضور الشهود الجيران، زائد انه حيت هاد العماره باقا جديده، يلاه شريتها هاد العماره مازال جديده، ما كاينش كونسيرج، ولكن جاو الناس اللي في بيرو دفونت هنا وهدوهم، قال لهم ما تقولوا شي حاجه غنتفاهموا معاكم. الناس خايفين دابا، هاد الناس هادو خايفين على راسهم، ولكن الجيران راهم واقفين معايا. هاد الجيران هادو كيشوفوني ممكن انا البوليس يديروا بحث ويعرفوا انا كيفاش داير، ما شاهدين فيا الا الحمد لله غير الحسنى غير الحسنى.
وبقى فيهم الجيران تيبكيو، بقى فيهم الظلم الظلم. دابا كنخرج كلشي الناس عارفين، كاع الناس هنايا في الجيران ديالي عارفين شنو واقع، عارفين سميتو. الغريب في الامر هو ان هادشي كامل استغرق حوالي، حتى انا ما عنديش تليفون الدولي، التليفون ديالي ديال كلشي، هاد التليفون اللي عندي دابا الله شريته. هادشي استغرق ساعتين ونص، اللي تنظن استغرق ساعتين ونص، وهما كيهرسوا تيضربوا وكيديو في الاتات كامل. عندي كاع هادشي اللي شريته، شريته غالي كاع هادشي، شريت التلفازه بلازما، عندي تصاور ديال الدار قبل، الاتات اللي عندي كامل، عندي لي فاكتور انه باش شريت الثلاجه، شريت كلشي، يطابيو القوس السنيه ديالي، شريت هادشي كامل، عندي لي فاكتور، عندي كلشي انه شريت هادشي. لولا كنت خلات غير هاد السيد اللي انا وياه في الطلاق، ما عندي عام والو، ولكن انا اللي تندعي هو هاد السيد اللي كتعنى بالقانون، باش تقول لك انا ما خايف من والو، انا نشدك وندير لك وندير لك وندير لك. هاد السيد اللي كندعيها، وهاد الناس المجهولين اللي دخلوا ما تنعرفهمش انا، انا هاد السيده اللي بغيت الحق ديالي من هاد السيده، شي هاد السيده اللي انا معاه في الطلاق، واخا ضربات متعدات عليا انا ما ندعيهاش، انا ما باغيش ندعيها، ولكن باغي ندعي هاد الناس هادو اللي دخلوا ما بيني وبينهم حتى شي صيله، ما تنعرفهمش، اللي يجبدوا الهويه ديالهم ويتفتح تحقيق. علاش الجيران تيعيطوا وعندي السكرين ديال لابيل فوقاش التعيطات، وبغيت التحقيق، بغيت انا الى يومي هذا باقي بغيت البوليس يجيو يديروا المعاينه ديال هادشي، بغيت البوليس يجيو ياخذوا اقوال ديال الشهود، بغيت البوليس يجيو ياخذوا الاقوال ديالي انا. تحقرت، نشوف راسي انا ما منتمي لحتى شي حاجه، انا انا مواطن مغربي، ما بقى عندي والو، الله، الوطن، الملك، القانون، ثم الشعب. هادش راجم حيدوهم، كانوا باغيين يديهم، لولا تدخل الجيران هما اللي حبسوهم على برا، هادش راجم حيدوهم، يلاه جبنا هادش راجم هادو من الزنقه، هرسوا الحيط الفوق، حيدوا التريه، الدار كلها كانت مأتمة مزيان، حيدوا التريه، عندي تصاور ديال الدار قبل كيفاش كانت، عندي هنا مفرش، هنايا بلاصة التلفازة بلازما، عندي الثمن ديالها بشحال شريتها، من نوع الفاخر، أي حاجة ما قدروش يديوه هرسوها، اللي ما قدروش يديوه هرسوه، هذا مهم هنا خراب، هما تيقولوا بغينا باغيين يرزيوني وباغيين يبقاو تابعيني وباغيين يهدوني، وتيجيو ليا، أنا بغيت نعلم الشرطة أنهم مازال تيجيو ليا، جاو ثاني البارح اللي هو لو 22، لو 22. في شهر 11 2023، وعندي الفيديو انه صورته. هاد المره اللي جاوا البارح جاوا على حساب الشهود، جاوا اربعه الناس، كلهم نساء، منهم هاد السيده هادي اللي كتدعي انها فوق القانون، اي حاجه تنقولها فمي كلها موثق بالدلائل، بقرص، بكل شيء.